السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بألف خير. معكم أحمد، وفي هذا الفيديو إن شاء الله اليوم سأشارك معكم أفضل تطبيق لمشاهدة الأفلام والمسلسلات مجانا. ولكن قبل بدء هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والآن لن أطيل عليكم أكثر لنبدأ على بركة الله. اسم التطبيق هو توبيت تي في. أنا سأترك لكم روابط تحميل التطبيق لمستخدم الآيفون ومستخدم الأندرويد في صندوق الوصف أو في أول تعليق. أوكي. بعدما تقوم بتثبيت التطبيق على هاتفك قم بفتحه. سيظهر معك بهذه الواجهة كما تشاهد هنا. أوكي. هنا عندنا الصفحة الرئيسية، هنا عندنا التي في شوز أو السلسلة التلفزيونية، هنا عندنا موفيز أو الأفلام، وهنا عندنا كيدز الأفلام والسلسلات للأطفال، وهنا عندنا إسبانيول الأفلام والمسلسلات الإسبانية. أوكي. هنا عندنا خانة إكسبلور، هنا يمكنك البحث عن الأفلام والمسلسلات التي تريد. أوكي. هنا عندنا لايف تي في، وهنا عندنا ماي ستوف. يمكنك فتح هذه الميزة بالضغط على Unlock for free. بعدها قم بإنشاء حسابك عن طريق حساب جوجل أو عن طريق حساب الإيميل. أوكي. فتح هذه الميزة سيمكنك من حفظ المسلسلات والأفلام في المفضلة الخاصة بك. أوكي. ولكن يجب أن تعلم هذا التطبيق لا يعمل في جميع الدول، ولكن لا داعي للقلق. أوكي. يمكنك استخدام VPN عند تشغيل هذا التطبيق. أنا سأترك لكم روابط تحميل VPN لمستخدم الآيفون ومستخدم الأندرويد في صندوق الوصف أو في أول تعليق. أوكي. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، ولاستفساراتكم واقتراحاتكم راسلوني على الإنستغرام أو على الفيسبوك أو اتركوا لي تعليقا في الأسفل وأنا سأرد عليكم. شكرا على المشاهدة وأراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.